السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رضا زهير. موضوعنا اليوم كيف تبدأ في عالم الرسم؟ طيب، الحوار حيكون مكون من 3 أسئلة. السؤال الأول، كيف تحب المجال؟ السؤال الثاني، كيف تبدأ في المجال؟ السؤال الثالث، كيف تتعلم المجال؟ طيب، السؤال الأول، كيف تحب المجال؟ عشان تحب المجال لازم تتعلمه. أعطيكم أقرب مثال، لما تشوف نفسك لعيب في لعبة معينة حتتحمس وحتحبها وحتلاقي نفسك تلعبها كل يوم، لأنه هذه استراتيجية من المطور نفسه، أنه في أول جيمين أو في أول 10 أيام يدخلك مع ناس ضعفاء، يدخلك مع ناس أقل من مستواك عشان تشوف نفسك لعيب في اللعبة فتنشد للعبة هذه وتقوم تلعبها كل يوم. طيب، عشان تحب مجال الرسم لازم تجربه، لازم تبدأ في الشيء البسيط. لما تبدأ في الشيء البسيط هتلاقي نفسك تعرف انه هو اصلا شيء بسيط مره، تتعلمه في غضون ساعات او في غضون دقائق ممكن بعض الاحيان. الرسام لما يخلص رسمه يجيله شعور حلو كذا انه خلص الرسمه وانه كذا يطالع فيها وتكون كذا زي الانجاز، فيفرز عنده هرمون الدوبامين فيحس انه يبغى يرسم رسمه ثانيه عشان يجيله نفس الشعور. وهذه الطريقه عشان تحب الرسم. السؤال الثاني، كيف تبدا في المجال؟ مجال الرسم مكون من نوعين، النوع الأول الرسم الورقي والنوع الثاني الرسم الرقمي. طبعا الرسم الورقي انك تمسك مرسام كأي رسام طبيعي وتاخذ الورقة وترسم رسم عادي، لكن الرسم الرقمي انك تشتري قلم او انك ترسم بأصبعك في اي جهاز، ممكن يكون ايباد، ممكن يكون جوال، ممكن يكون لابتوب، وممكن يكون جهاز خاص بالرسم الرقمي. طيب، نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول كيف تتعلم المجال وكيف تبدأ في المجال؟ ايش تختار، تبدأ في الرسم الرقمي او الرسم الورقي؟ لازم تختار الرسم الورقي في البداية عشان الرسم الورقي هو حيكون اصعب، فعشان تتعلم الرسم تبدأ في الرسم الورقي، لانه الرسم الرقمي بسيط نوعا ما، فلو تعلمت في الورقي حتروح للعالم الرقمي حتلاقي نفسك تعرف ترسم. طيب، كيف تتعلم المجال؟ تتعلم المجال كأي رسام طبيعي في البدايات، تفتح اليوتيوب، يكتب تعليم رسم تعليم رسم تعليم رسم. أول شيء تفتح اليوتيوب، طيب اختار أي شخصية في بالك أول شيء، وأسأل شيء تبدأ فيه شخصيات الكراتين أو شخصيات الأنمي، لأنها رسمات عبارة عن 2D فحتكون بسيطة وسهلة وتقدر ترسمها في أقل من ساعة. طيب، أول شيء تبدأ تختار أي شخصية في بالك، ممكن تكون شخصية أنمي، ممكن تكون شخصية كرتون عادي. أنا في البدايات لما كنت صغير كنت أكتب تعليم رسم شخصية بيكاتشو، لأنها شخصية مرة سهلة ومرة بسيطة وتفاصيلها مرة صغيرة. تروح تبحث في اليوتيوب تعلم رسم شخصية بيكاتشو، تكتب زي كذا بالحرف، هيطلع لك رسام أو رسامة ترسم الشخصية بالخطوات. أول شيء تبدأ في الجسم، بعدين تبدأ في الرأس، بعدين تبدأ في العينين والخشم والأذان وهذه الأشياء، وانت تسوي زيها بالضبط حبة حبة. دحين أوريكم كيف. زي ما قلت لك، تعلم رسم شخصية بيكاتشو، بعدها نختار أبسط رسمة يعني تطلع لنا، ممكن أختار هذه، بعدها أقعد أطبق نفس ما يسوي الرسام بالضبط. زي في البداية بدي بالإذن، أقوم أنا أوقف المقطع زي دحين وأبدأ في الإذن. وبعدها بدي بالراس وبيسوي الاذن الثانية وزي كذا، اقعد اطبق لين ما يخلص الرسمة. ودحين بسرع لكم المقطع عشان اوريكم كيف بالضبط. وريتكم قبل شوية نفس كذا بالضبط. وعندك الطريقة اللي بعدها، بعد ما تتطور وترسم زي كذا أكثر من مرة اللي هي بالتفاصيل، إيش تسوي؟ تبدأ في الرسمات اللي أصعب، زي مثلا اللي يجيك أشياء حقيقية زي مثلا كلب، حصان، فهد، أي حيوان، أو مو شرط يكون حيوان، ممكن يكون إنسان. لما حبة حبة حتلاقي نفسك متقن هذا الشيء،
وتتوسع وتدخل في مجال الرسم الواقعي، لا ترسم شيء حقيقي، وجه ممثل وجه ممثلة، او انه مثلا ترسم شيء قدامك على الواقع، مثلا تشوف مثلا مكتب او حذاء اكرمك الله زي كذا. وبعد ما تشوف نفسك اتقنت هذا الشيء، تقوم تتحول على طول على مجال الرسم الرقمي، حتلاقي نفسك رسام حرفيا، رسام رسام. طيب فحتشوف مقاطع تعليم رسم تعليم رسم، وانا هعطيكم برامج تبداوا فيها. اول شيء البرنامج هذا نوعا ما كويس للمبتدئين، لانه مجاني ووظائف وكذا محدودة نوعا ما. وعندكم بعدها لما تتعلموا شوية تشتروا هذا البرنامج. البرنامج هذا بدون مبالغة أفضل برنامج رسم في الآيباد، اسمه بروكريت. هذا البرنامج فيه كل الأشياء، سواء كنت مبتدئ أو كنت محترف، حتى حيكون عندك كل الصلاحيات اللي ترسم فيها في الرسم الرقمي. وغير كذا حتى لو كبرت وصرت رسام مرة كبير، البرنامج ذا مرة حيكون كويس معك، وحتكون مرة كويس فيه. تقدر ترسم فيه رسم معماري، تقدر ترسم فيه رسم أي رسم في بالك تقدر ترسم فيه، حتى تقدر تسوي فيه انمي، تقدر تسوي فيه انيميشن ورسوم متحركة. وإن شاء الله في المستقبل القريب حشرح الطريقة واشرح البرنامج هذا كيف ترسم فيه. البرامج اللي شرحتها كلها حتلاقوها في الديسكريبشن إن شاء الله. عشان ترسم في الرسم الرقمي شيء مرة بسيط، ما يبغاله إلا إنك تتعلم على البرنامج اللي أنت محمله، وخلاص تبدا الرسم الحر، انك ترسم على كيفك او انك ترسم شيء قدامك ونفس الشيء، ويكون كمان اسهل وابسط وتقدر تشيله في اي مكان. وطبعا هنا كان نهايه المقطع، وكان معاكم رضا زهير. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وفي امان الله.